يا ابن صبرا انا ابن صبرا صبارا شمس الزمان النوارة انا ابن صبرا صبارا شمس الزمان النوارة وجدي كان شيخ الحارة واهلي كل المصريين ادي النسب وادي المعنى وادي الوداد اللي جمعنا ادي النسب وادي المعنى وادي الوداد اللي جمعنا وادي الحدود اللي تبعنا جايين منين والفين رايحين قالتلي يا حبة عيني يا عزيز على قلبي وعيني قالتلي يا حبة عيني يا عزيز على قلبي وعيني لا تخاف من كائن زيك ولا ترمي الفتنة في حياك لا تخاف من كائن زيك ولا ترمي الفتنة في حياك ولا تطفي عمود النور ولا تشهد كلمة زور والجار الجار الجار لو حتى في قلب النار والجار الجار الجار لو حتى في قلب النار وان شفت غريق محتاج اوعى تخاف الامواج العمر ما هوش عمرين والرزق ما هوش رزقين يا ابن صبرا تعبان قوي يا أمي تعبان قوي الصبر يا ابني الصبر ربنا قادر على كل شيء وهو خلاف الظنون بس دي مش ظنون يا أمي دي حقائق علمية أشعاعات وتحاليل ربنا قادر يخلفها كلها ما تعودتش يبقى ناقصني حاجة يا حبيبي يا ابني مش كل حاجة البني آدم بيعوزها في الدنيا ربنا بيديها له بس اشمعنى الخلفة بالذات اللي ربنا حرمني منها كان ممكن يحرمني من أي حاجة تانية بس يسيبني خلف اسمه ونصيبي حبيبي بس أنا نفسي في ولد يكبر راجل قوي سافر يا سيف سافر يا ابني وعد نفسك على دكاترة دكتور واتنين الطب تقدم وأكيد هيلاقوا حل لحالتك دي الكسرة والإحباط اللي أنا فيهم منعني أعمل أي حاجة حتى لو الطب تقدم حالتي واحد في الألف يا حبيبي لو واحد في المليون ربنا قادر على كل شيء يشفيك ويرضيك تعبت أوي حيوان تاني برضو راكب مكان تاني برضو انت يا غبي قال اسمك عوضين انا مش قايل لك 1000 مره ما حدش يركب مكاني طول ما انا مش موجوده يا شيخ غالي ما بتفهمش دي عربيه الاستاذ رأفت مدرس العربي جارنا ونسي حاجه وطالع يجيبها ونازل على طول اطلع يلا يا غبي اندهله بسرعه يلا وجهه
انا اسف، انا نسيت الموبايل وقلت اطلع اجيبه وانزل بسرعه. وانا مالي اتحمل ليه نتيجه نسيانك؟ قلت لحياتك انا اسف ما حصلش حاجه. لا حصل، وطول ما انا مش موجوده هنا محدش يفكر بس يهوى من ناحيه مكاني. المكان اللي حياتك بتتكلمي عليه ده مكان في الشارع، يعني مش مكانك اصلا. احنا اللي ذوقيا مننا سايبينه حياتك تركني فيه. ذوقيا منكم؟ لا ده غصب عنك ورجلك فوق رقبتك. لا 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 لا، حياتك زودتيها قوي. مش عاجبك؟ اخبط دماغك في الحيط. راجل غبي صحيح. طب انا مش هحرك العربيه، وليه كلام مع الراجل بتاعك؟ تعال هنا زفت. عارف لو لقيت حد راكب مكاني تاني مره هقطع خبرك وحديك بالجزمة على قفاك، فاهم؟ حاضر يا ست هانم، حول الله يا رب. عمارة كلها أغبياء. لو سمحتي تندهي المقدم هشام. نقول له مين يا فندم؟ أنا رأفت جاركم. ثانية واحدة. الله الله الله، ده أنت جيت أهو. والله بقى أنت جاي تسبقني على بيتي بقى عشان تشتكيني. لو سمحتي باب المناقشة اتقفل معاكي. باب المناقشة ولا حتى باب زويلة؟ أرجو إنك تراعي إن أنا واقف على باب بيتكم. والله ما حدش قال لك تيجي بيتي. ايه ده؟ في ايه؟ مفيش يا حبيبي، اصله راكب مكاني وزعلان اني بعاتبه. هو التهزيل اللي انا خدته قدام باب البيت، قدام الجيران، قدام بنتي الصغيره، وقدام البواب ده عتاب، ورغم ذلك انا اتاسفت لك. والله لازم تتاسف ورجلك فوق رقبتك عشان تبقى عبره لبقيه العماره. شاهد يا شنبه، انا بعد اذنك انا هعمل محضر في الاسم. خش جوه يا منال. لا خليه كده يروح يعمل محضر في الاسم ويريني ازاي هيخرج من الاسم اساسا. ما بس بقى يا منال. انت بتشاطر عليا انا، بدل ما تاخدلي حقي منه بطل بقى، انت ضعيف الشخصيه. اخرسي اخرسي يا شيخه، حرام عليكي. انت ايه؟ خشي جوه. بس يا دنيا ما تزعليش عشان خاطري. اهلا يا عمي. اهلا يا سيف يا ابني. ازيك حماتي؟ ان شاء الله تسلم يا ابني. ده جسام. انتوا مالكم قاعدين كده ليه؟ لا ابدا يا ابني، اصل انتوا وحشتونا وقلنا نيجي نزوركم. طيب حقيقة انا جاي مرهق جدا جدا من الشغل، كان بودي اقعد معاكم بيتكم يا عمي. ها اصبح على خير. استنى يا سيف يا ابني، عايزك في كلمتين. خير؟ انت مزعل مراتك ليه؟ هي اشتكت لك؟ الحقيقه ما اشتكتش ولا حاجه، بس فضفضت لمامتها. تفضفض زي ما عايزه، بس انا بقى ما بحبش حد يتدخل لا بيني ولا بين مراتي. ايوه بس انا ابوه وانا جوزها، وكلمتي تمشي عليها شرعا وقانونا. ومن الاخر كده انا ما بحبش حد يتدخل في مسائل الشخصيه. يا ابني انا بعمل المصلحه، ومتهيألي ان انا كبير وفاهم مصلحتي كويس. وخلينا نشوفكم. صباح الخير. باركول يا رجاله. الله يبارك فيك يا حبيبي. على ايه؟ عم طاهر. ايه هتتجوز ولا ايه يا عم طاهر؟ عم طاهر ده عهد ومضى، من النهارده استاذ طاهر. اخيرا وافقوا عليا ان اتدرب في جورنان جديد، ولو فلحت هيعينوني فيه وابقى شاعر وصحفي قد الدنيا. ربنا يكرمك يلا، واشوفك شاعر كبير كده زي يحيى المنشاوي. قولوا امين يا رب. امين, أمين يا رب. نقول يا ادم مين يحيى المنشاوي؟ انا هبقى زيه ولا اعرف. مبروك يا طاهر، وربنا انت بني ادم تستاهل كل خير، لانك سو بيوتيفول ومن جوه فيري كلين. ده العشم برضه صح. واسمه ايه الجورنان ده يا طاهر؟ اسمه لا. اسمه ايه يا شبح؟ بطريقتك نو. يس حبيبي. وده طبعا جورنال المعارضه. انت عارف يا صاحبي انا ماليش غير في المعارضه، ادور على المعارضه فين وفي ظهرها على طول. وش ايه وظهر ايه؟ انت ما زهقتش من السياسه دي؟ ما زهقتش من قله القيمه، الحبس والضرب والكلام ده كله؟ هقول لك ايه، ما انت مش فاهم. هيجي يوم عليك انت ولزهقك وهتقوله والله كان عندهم حق وطول عمرنا معاهم. معاك حق يلا طاهر. وبعدين انت مالك يلا بتقدم عليك كده ليه؟ مالك يلا؟ لا ده طاهر ده حبيبي، انا باخد ودي معاه في الكلام يعني. حبيبك عموما يا معلم، الف مبروك. ربنا يكرمك يا رب واشوفك كده زي ولادي. مبروك يا طارق. ربنا يخليك يا عرب. حبيبي يلا كفاره. اي هاف تو جو بقى يا جدعان يعني كده. على فين؟ هروح الغردقه، الطياره بتاعتي هتقوم بعد ساعه عند هيلف. هيلف؟ اصل مراتي البولنديه جايه مصر في رحله علاجيه. عندها ايه كفر الله شر؟ يعني عندها امراض الشيخوخه بعيد عنك. وجايه مصر تتعالج.
يعني ادعوا لي بقى كده ربنا يكرمني وياخدها عشان الله 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 ليه كده يا عم في يا ادم عشان تخلص وورثها واتجوز واحده تانية واصرف على الاولاد والعجله تمشي ونعمل مبادئ حبيب قلبي اشوف وشك على خير يا ادم ما توحشني يا صاحبي يلا ومبروك يا طارق كل اللي يا صاحبي سلام يا ازيك سي يو يا معلم سلام يا مينا يلا سلام عليكم بعافيه سلام يا حبيبي بصراحه باباكي معاه حق فكره الرهبنه دي يا نانسي كانت هتبقى هروب هروب ازاي يعني ده حب في ربنا يا ستي ما قلناش حاجه بس انتي مش داريه انتي كنتي في ايه انتي وريتينا الويل الفتره اللي فاتت كان عندك انكار لموت جو بشكل غريب ليه بتفكريني بس لازم تفتكري وتعيشي حياتك على الاساس ده من النهارده ما تعمليش بقى زي النعامه وتدفني راسك في الرمل انا بعمل كده ايوه بتعملي كده بس لما ابتديتي تستوعبي الحقيقه خفتي وكنتي عايزه تهربي حتى موضوع الرهبنه ده كان هروب بصي زي بنات عندنا كده فجاه يتصدموا فيقرروا يلبسوا الحجاب بعد فتره يحسوا انهم اتسرعوا بصي مش عايزه افتي انا اعرف ان الرهبنه دي مسؤوليه كبيره اللي تاخد القرار ده لازم تبقى متاكده منه مليون في الميه عندك حق طب يا ترى عندك كمان الاقتناع ده مش عارف انا كل اللي انا عارفه ان جو وحشني قوي وحشني لدرجه اني بجد ساعات بحس انه عايش بس ساعات تانية اول ما بعيط وما لاقيش ايده بتمسح دموعي زي ما عودني بتاكد انه مات راح بس هيفضل عايش جواي عارفه انا ساعات بصحى من النوم بحس اني شامه ريحته كانه كان حواليا احساس طبيعي يا نانسي انتوا كنتوا متعلقين ببعض قوي بس خدي بقى نصيحه من صاحبتك ما تاخديش اي قرارات الفتره دي غير لما تكوني مقتنعه بيها بدل ما تورطي نفسك في مواضيع ترجعي تندمي عليها بعدين بس انا مش عارفه ارجع اعيش زي الاول صدقيني بصي الشغل هينسيكي كل حاجه اشغلي نفسك بالشغل مع الشغل ان شاء الله كل حاجه تعدي اوكي بالذات مش حافظه سابع مره تقول لي بالذات انت مش حافظ اي حاجه ولا مذاكر وبعدين ايه الخط اللي انت كاتبه ده خط ايه ده ايه اللي انت كاتبه ده كاتب روشته خش خش جوه قول من وشك خش خير يا عامر حصل ايه يا ريتني مت يا صبرا يا ريتني مت قبل ما اشوف اليوم ده بعينيا في يا خيال ما تتكلم ما تقلقناش النهارده يا ادم خدت بقى ابو عمري اكتشفت الحقيقه عرفت الخدعه الكبيره اللي كنت عايش فيها من زمان خدعه ايه ما تفهمنا ويا ريت المقلب ده من حد غريب يا صبرا لا ده اقرب القريبين ما تتكلم في ايه مين اللي خدعك للاسف ابويا ابويا خدعني الساعه الذهب اللي انا ورثتها عنه وفهمني انها ذهب طلعت فلسه فلسه صبرا ايه كداب في اصل وشك دي ذهب 100% وابويا ورثها عن جدنا الكبير جدنا خدع ابويا وابويا خدعنا كلنا طلعت صعب فلسه فلسه اخرس قطع لسانك ابويا كان راجل محترم وجدنا الكبير كان راجل محترم ولا يمكن يكذب ابدا يبقى نضحك عليه وجدي ضحك على ابويا وابويا ضحك علينا كلنا صبر اكيد اللي تمنتها عنده كان عايز يضحك عليك ويلهفها بتمن قليل تمن قليل يا بطل انا اتهزقت النهارده في الساعه كل ما اخش على محل اقول له تشتري الساعه دي مني دي ساعه ابويا دي ساعه دهب ساعه اثريه يبص فيها يقول لي امشي من هنا يلا والتاني يقول لي انت نصاب والتالت يقول لي انا هبلغ البوليس ليه يا صبر ليه انا مش عارف افرح من ساعه ما اتولدت ليه مش عارف اعيش عاوز احس بيوم حلو في حياتي ليه بس لا انا مش ضعيف انا عندي من كلكم انا مش ضعيف لا يا صبرا لا مش جاي لك يا شر انا مش جاي لك يا شر خلاص مش جاي لك يا خليل يا اخويا خالد جراني ايه ده انا عليك جاني
قوم يا ابني شوف ايه اللي دخله المطبخ ده. قتل ايه؟ عايز اكل ام ولا حاجه؟ انا هخلص ايه يا خال اللي بتعمله ده يا خال؟ استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم يا رب. خش جوه، خش جوه يا بنات، خش جوه. خش جوه معلش سيبيني معاك. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ما سبتنيش يا ولدي. انا عايش كبير وعايش كبير. انا طلعت زي الساعة البرص بتاعت ابويا. الساعة البرص بتاعت ابويا. أنا صعب خلص زي بتاعت أبوها. أنت عايز مالك؟ أنا سقعان، سقعان وبردان أوي، سقعان أوي. خلينا نطلع من هنا، خلينا اخرج من هنا، خلينا اخرج من هنا. والله يا ابني دخلت لها مرتين قدامك وهي رافضه تقابلك زي ما انت شايف. انا عارف اني غلطت في حقها، بس هي اللي بدات وغلطت فيا. معلش يا هشام، هي عصبيه شويه. بس العصبيه لازم يبقى ليها حدود ولا ايه؟ ما توصلش انها تطول لسانها عليا وقدام الناس كمان. معلش، هي حساسه زياده عن اللازم. حساسه؟ هو انت ما تعرفيش بنتك ولا ايه يا طنط؟ بنتك قلبها جامد وما عندهاش رحمه وما بيهمهاش اي حد وبتتنطط على كل الناس لدرجه انها نسيت نفسها وبدات تتنطط عليا انا كمان. ابوها الله يرحمه هو اللي عمل لها العقده دي. هي كانت مغرمه بيه وبدلته العسكريه ومكانته. ما انت عارف كل حاجه. طيب ايه المطلوب مني انا دلوقتي يا طنط؟ انا جاي اصلح ومش عايز مشاكل. خير يا شنبي؟ جاي ايه وعايز ايه بعد اللي انت عملته معايا ان شاء الله؟ معلش منال، تعالي اقعدي تفهمي مع جوزك، انا هسيبكم مع بعض. عن اذنك يا هشام. اتفضلي يا طنط، اتفضلي. على فكره اللي انا عملته ده اي راجل محترم كان هيعمله مع مراته بعد اللي انت عملتيه. تضربني بالقلم يا هشام قدام الناس؟ واكسر دماغك كمان لو حسيت للحظه واحده بس انك انت بتستقلي بيا. انا طيب اه، لكن لو حسيت ان حد ممكن يستصغرني هدوس عليه بالجزمه. ما تصحيش الشيطان اللي جوايا يا منال. انا اول مره اشوفك كده. انت اللي اضطريتيني لكده مع اني بحبك قوي ونفسي اعيش معاكي في هدوء من غير مشاكل. انا اللي بجيب المشاكل ولا انت يا هشام؟ طيب نروح على العمارة ونسأل العمارة شقة شقة واحنا نعرف مين اللي بيحب المشاكل زي يعني. دي العمارة كلها حافظاكي وحافظة صوتك. ناس تاني يا شيخ، يا شيخ حرام عليك، مش مكفيك اللي انت عملته فيا قدامهم؟ ولو ما لميتيش نفسك معايا قدامهم هعمل فيكي اكتر من كده. انا مجنون؟ انت لسه مش عارفاني؟ وانا مش عايز اعيش مع واحد مجنون زيك. يعني ايه؟ يعني طلقني. ماشي، واضح ان الغرور والعظمه واكلينك على الاخر. انا هسيبك يومين ثلاثه تريحي وتهدي خالص وترجعي على بيتك من نفسك انت وبنتك. ولو ده ما حصلش يا منال قسما عظما هتشوفي مني وش عمرك ما شفتيه في حياتك. انت بتهددني؟ اه بهددك. وما تخلينيش افتري عليكي بسلطتي اللي انت بتعشقيها. عن اذنك انا مستنيكي في بيتك وما تتأخريش كده. برضو يا خال عايز تموت نفسك وتسيبنا؟ انا اساسا ميت يا ادم، عايش في وسطكم مش حاسس بنفسي. قلت اريح نفسي بقى وغور من وشكم علشان انتوا تاخدوا نفسكم. غور فين يا خالي؟ محدش اشتكى منك يا خالي. وبعدين ده انت الخير والبركه يا خالي، انت خالي حبيبي. دي قلتها خالي يعني عويل، يعني مش لاقي شغل، يعني الزمن بيجري جنبي يا ادم وانا مش قادر الحق حاجه منه خالص. هتلحق يا خالي، هتلحق بطل بقى الكلام ده. طب قول لي طمنوا لك الساعه بكام؟ مش داعي بقى تجيب لي سيره الساعه دلوقتي بدل ما تجيلي نقطه. والنبي اللي تقول لي
طمنوه بكام؟ 165. انا قلبي كان حاسس والله العظيم. طب تاخد 200 جنيه ونخلص المصلحه دي؟ امشي يالا امشي يالا بقى، انت جاي تصطاد في مال عكره ولا ايه؟ كلكم كده بتنعشوا في لحمي. اه بصراحه يا خال احنا كلنا نعرفك مصلحه. تعرف انت يا ادم، رغم ان انا اكبر منك في السن، بس كده اوقات بحس انك ابويا مش ابن اختي، حاجه غريبه. تعرف يا ده خالي، يا استاذ خالي، يعني انا برضو بحس ان انت زي حماده. حماده مين يا قال؟ حماده ابني. ان شاء الله ربنا يسعدك وتتجوز وتجيب حماده ان شاء الله. تعرف يا ادم، على قد ما انا كنت حزين ومكسور، على قد ما انا فرحت قوي. اشمعنى يا اخي؟ فرحت قوي يا ابني. احلى حاجه في الدنيا بيبقى احساس جميل قوي لما بتبقى عايش وسط ناس وحاسس ان هما بيحبوك ويخافوا عليك من الهوا الطاير. يا اخي انت بتتكلم جد ولا ايه؟ انت لسه دلوقتي يعني عارف ان احنا بنحبك؟ وننسى يا خال لما كنت تشدني على كتفك وتنزل توديني المدرسه؟ ولا لما كنت تنزل تدافع عني لما تخانق مع العيال في الشارع؟ طب تصدق وتؤمن بالله خالي، انت لو كان حصل لك حاجه وكتاب لك كنت ولعت في نفسي وراك. ما تعيطش، ما تعيطش، مفيش راجل بيعيط. ما تخافش، مش هموت، هفضل على قلبك كده. امال اسيب مونيكا لمين؟ مونيكا؟ مونيكا مين دي يا خالي؟ مونيكا مين؟ يا سلام لو تعرفها يا ادم، ده ملاك، ملاك طاير على الارض. مسكينه كنت هقطع بيها واحرق نفسي. طب وعرفتها منين دي يا خال؟ اتعرفت عليها من على النت. طب وده اسمه كلام برضه يا خال؟ تتعرف على واحده على النت؟ اخرس اخرس، وانا عشان قلت لك انت قد ابويا هتنصحني كمان؟ انا هروح لها، موضوع الساعه باص، هبيع تين شوكر على شر. بصراحه يا خال بقى انا حاسس ان حوار مونيكا ده اشتغاله بقى، هتلاقي راجل بيشتغلك في الاخر. راجل بيشتغلني؟ طب ايه رايك يا ادم لو طلع راجل بيشتغلني المره دي بقى هاخد جركن بنزين واقف في حته فاضيه واولع في نفسي عشان محدش يلحقني. حلو قوي ان لقيتكم انتوا الاثنين مع بعض. بص يا ادم، مش احنا اصحاب واخوات؟ اه. واكلين مع بعض عيش وملح؟ حصل. طيب ده ايه بقى يا ادم؟ ايه ده؟ ايه اللي جاب الحاجات دي عندك؟ خيالك ما يجيش عندي السايبر تاني يا ادم، بيقعد يكلم نسوان ويقلع ويلبس ويعمل حاجات غريبه كده، وده مكان اكل عيش مش كباريه. انت مالك انت؟ استحمى اقلع البس؟ انت مالك؟ دي شبكه عنكبوتيه وتواصل اجتماعي، انت ليك ايجارك وبس. انت ماجر شقه مفروشه؟ ايه يا عم عامر؟ ده مكان اكل عيش برضه. بص يا ادم انا عامل خاطر عشانك انت، واديني قلت لك وانت اتصرف، سلام. سلام يا مين؟ الله يكسفك، كسفتنا. يلا 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 اطلع البس ولا تستهوى. خلاص يلا يلا. بصراحة يا جماعة، موضوع ان انا اسكن انا والعروسة مع امي في الشقة اتفشكل. ايه؟ يعني هنسكن فين؟ اتفشكل ازاي يا مرزوق؟ اصل انا اخواتي البنات ليهم ورث في الشقه من ابويا، اتخانقوا النهارده معايا وسخنوا الحاج عليا. انتوا عارفين بقى المشاكل العائليه ديت ما بتخلصش. انا بالاول مش متفائل بالجوازه دي. ليه بس يا عم امين؟ انا كل غرض يتستر انا وبنتك. يعني ايه؟ الجوازه باظت؟ لا لا سمح الله يا ام ادم، هو كل الموضوع بس ان الترتيب هيتغير. ترتيب ايه ان شاء الله؟ أنا اتفقت مع أخواتي البنات وجوازهم إنهم يشتروا نصيبي في الشقة، يعني وبالفلوس اللي هاخدها منهم أقدر أدفع خلو رجلي وأخد شقة أجر قديم. الله، يعني هنسكن لوحدنا يا مرزوق؟ طبعا يا بطة، وأنتي أقل من اللي بيسكنوا لوحدهم ولا إيه؟ لا ما خدتنا يا عم. الله يا مرزوق. خش جوه بيت. طيب يا ابني، و هما اخواتك جاهزين بتمن الشقة دي؟ لا يا عم، معهمش ولا مليم. معهمش ولا مليم.
امال هتدفع الخلوه ازاي يا مرزوق؟ ما هو هما هيدخلوا جمعيه مع خالته ام ادم، ولما يقبضوها يدوهاني، واقدر بقى ساعتها اجيب شقه محندقه كده، والباقي عليكم. علينا ازاي يعني؟ يعني انا هجيب الشقه وانتوا شطبوها وفرشوها. وفي عرف مين بقى ده ان شاء الله؟ في عرف الظروف يا خالتي. ياما هو يقصد يعني نخلي شويه عليه وشويه علينا وهي هتمشي يعني. يا ابني العرف بيقول ان العريس بيجيب الشقه ويفرشها ونص الفرش عليه ونص الفرش علينا. عم امين بس يعني انت عارف الحاله ضنك. هي ضنك عليك لوحدك يا ابني، ما هي ضنك على الكل، على الكبير قبل الصغير. طب يا جماعه انا عندي حل، انا اجيب الشقه واشطبها وانتوا بقى افرشوها. حلو. وانا مش طالب منكم فرش كتير يا جماعه، انتوا هاتوا اوضه نوم ومطبخ. حلو يا ابني. استنى، حلو 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 ايه؟ بيقول لك اوضه النوم والمطبخ. يابا اوضه النوم انت هتجيبها وانا هجيب المطبخ. وانت هتجيب فلوس المطبخ منين؟ إيه؟ يابا ربك بيرزق يابا، خليها على الله بقى. ماشيه يا عم امين. ونعم بالله يا ابني. حلو ونعم بالله. يبقى نقرا الفتح. يلا يابا اقرا الفتح يابا. ما تقرا يابا. امرنا لله. حلو. عيب. زغروطه بقى. سمعنا زغروطه صعب. ولا اقول لك خلي الزغروطه دي عندنا. You don't have to try. Everything you do is perfect. And allow me to say, you are a beautiful Arabian woman. Thanks, sir. وانت اخبارك يا سيف؟ الحمد لله يا عمي، مضغوطين كالعادة. بس اليومين دول بقى مضغوطين أكتر، ما أنت عارف الأحداث اللي بتمر بيها البلد اليومين دول. كل مشاكل البلد فوق كتاف أمن الدولة. بقول لك يا سيف، انت بتحب شغلك ولا شغلانه بتاكل منها عيش والسلام؟ باكل منها عيش. ما انت عارف يا عمي ان ابويا الله يرحمه مات وسابنا مستورين. وبعدين بالنسبه لي انا مش شايف نفسي غير في امن الدوله. انت عارف يا سيف، انت بتفكرني بابوك الله يرحمه في شبابه فعلا اللي خلف ما ماتش. كان نفسي العيال ولاد عمك دول يطلعوا زينا، بس الخايبين طلعوا في حتت تانيه. ربنا يبارك لك فيهم. بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، كل واحد في الدنيا دي ربنا قسم له المكان المظبوط اللي يبقى لايق عليه، واعتقد برضو ان هو يعني قسم لهم المكان المظبوط. كلامك مظبوط يا سيف، بس انت عارف انا ليه سالتك السؤال ده؟ ليه يا عمي؟ عشان تقدر النعمه اللي انت فيها، وتعرف ان ايامك في الشغل بتعدي جميله جدا. لو ما لحقتهاش ورحت في دوشه الشغل هتعدي منك. مش فاهم قصدي حضرتك. شايف الموبايل ده؟ كان زمان ما بيبطلش رن، واول ما طلعت معاش بالاسبوع والشهر ما حدش بيسال عليا. يا الدرجه دي؟ واكتر، السلطه ليها بريق، اول ما بيروح الناس اللي حواليك بتروح معاه. شيء غريب قوي. يا نهار اسود ومنيل على سنينه السودا. سنينه السودا؟ هو مين ده خال؟ الواد محمود علي بتاع المنتخب، جاله عقد احتراف ب 10 مليون دولار. الهي يصرفهم على مرضه. يا سيدي ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه السواد والحقد اللي في قلبك ده؟ ايه الكلام ده خال؟ ازاي ياخد مبلغ زي ده؟ امال مين اللي ياخده؟ انا مثلا، ما انا محترف فقر. اعوذ بالله، ايه يا واد السواد اللي في قلبك ده؟
هو يعني كان كلها بالسهل ولا اتولد في بقه معلقه ذهب؟ اكيد تعب وشقي لغايه ما وصل اللي هو فيه، وبعدين اكيد وراه اسر وعائلات بياكلوا من وراه عيش. انت ايه يا اخي؟ طب اعمل زيه وما كوز بدل ما تحقد عليه. ايه مبسوطه يا اختي انت كمان؟ كملي في لوكلوك بعد ما كوز دي. مش عارفه ليه يا واد يا ادم كده ما طلعتش لعيب كوره ولا مطرب بدل ما انت حلوه وقاعد لنا في البيت كده. لا ما البركه بقى في القفا اللي جنبي ده، ربنا يكرمه كده ويشد حلو يبقى لاعب كوره قد الدنيا. اقول لك ايه، بكره ده هيبقى فرخه بكشك. تهاجري لايطاليا؟ من امتى التفكير ده عندك؟ من دلوقتي. بصي يا ماما، اولا انا سفري لايطاليا ده هيفيدني في كاريري جدا، تاني حاجه بقى هيبعدني عن كل اللي بيتعبني، عن ذكرياتي اللي بتوجعني، عن نفوس الناس اللي اتغيرت وبقت كلها تعصب، عن الاخلاق اللي اختفت وبقى مكانها الصوت العالي والدراع وقله احترام الكبير. انا مش عايزه اتسجن في افكار متخلفه، انا عايزه اعيش حره. حره؟ حره يعني ايه؟ هو احنا كنا بنربيكوا ونكبركوا عشان في الاخر تمشي وتسيبونا؟ هو ده الكلام اللي قال عليه ربنا؟ اخوكي الشريف قال لي الكلام ده من 10 سنين وراح كندا ومرجعش. حتى المكالمة ما بقاش يعملها. هو ده جسدنا اللي احنا ربناكم وكبرناكم. يا ناس قدروا موقفي، انا ما بقتش مستحملة اعيش هنا. ده اسمه هروب. وبعدين ماله هنا؟ دي بلدنا اللي عاش فيها اجدادنا وسكنت مهرجله شويه، ده مش معناه اننا نخصمها ونسيبها ونمشي. انت بدل ما نقعد فيها يا حبيبتي ونحاول نحل مشاكلها. انا لسه هحل مشاكل، انا عايزه اعيش وانجح واتقدم وانسى كل احزاني اللي هنا. وابوك وامك شطبتيهم من حساباتك ولا هتنسينا مع احزانك؟ طب ما تيجوا معايا، احنا لينا ايه هنا؟ اوعى اسمعك تقولي الكلام ده مرة تانية، البلد دي بلدنا، ولو لفينا العالم كله ودورنا هنعيش في أي حتة براها مواطنين درجة تانية. أعيش مواطنة درجة تانية وأنا حقوقي محفوظة؟ أحسن ما بقى بنت البلد وأنا مش عارفة حقوقي ولا لاقياها. لا وكمان ابن بلدي بيفتري عليا وبفتري عليه، ليه يعني؟ البلد دي زي ما فيها ناس وحشين قوي فيها ناس كويسين قوي، واذا كنت مش شايفه الحقيقه فانت حره. الارض دي انا حاربت علشانها وحموت فيها، واذا كنتوا جيل مالكوش انتماء ليها فالغربه كفيله تعلمكم قيمتها. ايه رايك بقى يا شلانز في شغل الفنادق ده؟ 7 نجوم يا اكس لارج. عيب عليك، اديني العيش بقى من عندك. لا خد واحد بس. تخيلي وبخيل قوي. خس شويه. بقول لك يا معلم، انا عايزك تفكك تماما من اشتغاله خالي اللي على النت دي ومونيكا. ها ليه يا شلانز؟ دي اشتغاله تحفه وخالك ده بصراحه نمره 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 يعني. الراجل شكله هيتجنن يا معلم، بحبها بجد وعايز اسافر لها شرم الشيخ. ايه ايه؟ والله يا راجل. وعمالين ايه ده؟ لانها جاعتي المفضله. عايز اسافر لها شرم الشيخ الباشا وعامل لنا في البيت مندبه. فكك بقى من الحوار ده. ايوه بس انا لو فكيتني الراجل هيتعب، ولو تعب ممكن ينتحر، ولو انتحر هيموت شهيد الحب يا معلم. مالكش انت دعوه، بس اعمل زي ما بقول لك وانا هبقى هصارحه بالحقيقه. يا خساره، على المهم اللي تشوفه. كل انا مش فاهمه انت ازاي تقبلي على نفسك كده. يعني اعمل ايه يعني؟ ازعل بابا مني؟ تضحي بالانسان اللي انت بتحبيه عشان ما ازعليش بابا منك؟ مش بس كده، امال في ايه تاني؟ انا فكرت بعقلي ولقيت ان اللي بحبه ده مش هيقدر يعمل لي حاجه، وكمان مش هيقدر يحقق لي احلامي. عايزه عريس جاهز يعني؟ العريس ما يبقاش عريس غير لما يكون جاهز. مصلحجيه يعني؟ لا انا واقعيه، والعريس اللي بابا جايبه لي مصير يحبه. ايه ده؟ هو كمان بابا جاب لك عريس؟ اه ابن واحد صاحبه بس غني موت. انت بعتي نفسك بالفلوس. انا عايزه اعيش مبسوطه يا عليا. بابا وحشتني. ازيك يا نسمه حبيبتي؟
الحمد لله. دي كويسة؟ كله تمام. اتفضل يا بابا. انتوا عاملين ايه كلكم؟ الحمد لله تمام. يا ترى عجبتك عربيتك الجديدة؟ تحفة، ميرسي جدا يا بابا. على ايه حبيبتي؟ بس اوعي تجري بيها، اصل يعني مش معقول انك هتبقي عروسة ابن شاكر المسيري وتبقي راكبة عربية اقل منه. انت برضو بنت منيب راشد، يعني مش اي كلام. وطول يا حبيبتي ما بتسمعي كلامي انا هديك عناية. وعلى فكرة انا عينتك عندي في الشركة بمرتب 10,000 جنيه في الشهر، وممكن تستلمي شغلك من بكرة. ميرسي جدا يا بابا، ربنا يخليك ليا. على ايه روحي، انت بنتي حبيبتي. ويا ترى بقى ام النضال والكفاح مش ناويه تعقل بقى؟ ما انا عاقله وزي الفل اهو. انت لا عاقله ولا زي الفل، انت بس بيتهيألك. هو ليه حضرتك دايما عايز تكبت حريتي وما تخلينيش اعبر عن نفسي؟ لان اسلوب تعبيرك غلط، وده هيوديكي في 60 ده. لكن لو عقلتي وشغلتي مخك وعرفتي فين مصلحتك ممكن تكسبي اكتر من كده بكتير. انا مع الحق مش مع المكسب، ومتهيألي ان اللي بيبقى مع الحق هو اللي بيكسب. غلط، في زماننا ده اللي بيكسب هو اللي على حق، عشان تعرف انك طايشة وما انتش فاهمة حاجة. عسل عسل، افتح الكاميرا بقى، افتح الكاميرا، عيب عليكي كده. انا قاعد من الصبح بقالي 4 ساعات، شوفي 4 ساعات نت، الساعة بجنيه ونص، وعلبتين سجاير كوكو بوكس ب10 جنيه، يبقى 26 جنيه. يعني لو بفتح كنز دلوقتي كان زمانه اتفتح. افتح الكاميرا عشان خاطري، بصة واحدة واطلع انام. افتح الكاميرا يا منتشر. اصل انا مترددة. وانا مضطرب. افتحي بقى، افتح عشان خاطري. غنيلي حاجة للفنانة لطيفة. سوما ومنديلها الوردي، حكاية جيل ورا جيل ورا جيل، كلهم مستنيينك تفتح الكاميرا يا فشلة. افتحي. وتفتح الكاميرا اساسي، بس اقلع الجلابيه. هفتح الجلابيه، هقلع الجلابيه، هقلع. حكاية جيل ورا جيل ورا جيل. ادي الجلابيه عشان ما تبصش. كاميرا بت حلوه الفانيلا. حلوه الفانيلا، حلو. عايزه ايه يعني؟ طب انا عايزاك تقلع البنطلون بقى يا فتاك. حكايه جيل ورا جيل. البنطلون يا بت وحياتي عندك يا مورا. وتفتح الكاميرا. وافتح الكاميرا. هات امك. اساسي يا مورا. افتح الكاميرا بقى، افتح الكاميرا. خلاص مفيش، هطلب ايه تاني بقى؟ هقلع ايه؟ افتح. افتحي. جاهز؟ جاهز. يلا يلا افتح. افتح يا بنت. اهو منور يا خال، وحكاية جيل ورا جيل ورا جيل ورا جيل. اتفضل يا سياده المستشار. شكرا يا سيدي. بالشفا ان شاء الله. قول لي يا واد يا هشام، ولا هتعمل الظابط عليا؟ يعني اقدر؟ طب ممكن اعرف بقى مالك؟ فيك ايه؟ وشك اخر لخبطه النهارده. والله مخنوق يا بابا. منال مش ناوي تجيبها البر، وشكلها راكبه دماغها. اهدى يا هشام يا ابني، المسائل دي عشان تتحل عايزه هدوء تام، وما تنساش بالعقل كمان. انت عارف يا بابا، انا اكتر حاجه صعبانه عليا هي البنت الصغيره. ذنبها ايه تتبهدل بسبب خلافاتنا دي؟ عشان كده انا بقول لك اهدى، ومفيش داعي تتهور. واذا كان في بينك وبين منال اي خلافات فممكن تحلها بالحوار. مش مع منال يا بابا،
مش مع منال. ما انت عارفها انسانه مستفزه. يا ابني مفيش حد كامل، والكمال لله وحده بس. وبعدين دي مراتك، اعرف طباعها وحاول تتعايش معاها على ده الاساس. حاولت والله العظيم حاولت، بس للاسف عيبها بيزيد يوم عن التاني لدرجه انه خنقني، وبجد ما بقتش لاقي له حل. يا اخويا انت بس بطل عصبيتك ديت وخليك حنين شويه معاها. حنين؟ يا بابا انا عارف منال اكتر من حضرتك. منال قلبها جامد، قاسيه، مفتريه، ما بتفكرش غير في نفسها، وللاسف الحنيه معاها بتمرحها اكتر. هو من الطبيعي انك تكون عارف منال اكتر مني، لانك انت جوزها اللي معاشرها. والله يا بابا على قد ما عاشرتها كاني ما اعرفهاش. انا محتار مش عارف اتعامل معاها ازاي. خليها على الله، وربك هو لوحده بس سبحانه وتعالى اللي هيقدر يحل الموضوع ده. ونعم بالله. يلا بقى قوم نام، واضح انك مرهق وشكلك هلكان من اول النهار. هلكان بس يا بابا؟ ده انا مقتول والله. اسمع بقى انا همشي، يلا تصبح على خير. طب بقول لحضرتك ايه، يعني كل واحد فينا قاعد في شقه لوحده، ما تيجي نبات مع بعض ونسلي بعض؟ لا 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 يا حبيبي، انت عارف ابوك كويس قوي، انا استحاله يجيني نوم بره سريري. يا سياده المستشار، ما قلت لك 100,000 مره اتجوز، ولا ما نفسكش بقى في ال اتجوز ايه يا واد يا هشام؟ ما تبص لنفسك وخلص مشكلتك انت الاول. ايوه صح. بقول لك يا سياده المستشار، اوعى تتجوز، نصيحه من ابنك، اوعى تتجوز نهائي. استحاله. واوعى تكون واحده اسمها منال. انا بقول لك اهو، لا اله الا الله. محمد رسول الله. اتفضل سعادتك، اتفضل. خلاص يا خالي انا اسف، عارف ان اللي انا عملته ده ممكن يبقى جرحك قوي، بس انا كان لازم اقولك الحقيقه، كان لازم تعرف حقيقه تقوم تخدع خالك، تلف على مونيكا من ورايا، تروح لها البيت، فاتتني ان انا اقول لها ما تفتحيش بيتك لحد غريب. قلتوا مخل، قلتوا مخل يا خال، مفيش حاجه اسمها مونيكا صدقني. والله العظيم مفيش حاجه اسمها مونيكا. مونيكا دي تبقى كريم صاحبي وانا بهايدي. كذاب كذاب يا ادم، انت بتداري خيانتك عن خالك علشان تلف عليها برضو. انت فاكر ايه؟ فاكر خالك ده عبيط وساذج وبرياله؟ ما تقولش كده يا خال، بس انا هقول لك بقى دلوقتي اللي هيخليك تصدق. هقول لك بقى بأمارتي ايه؟ وريني الدبوس، كوكازي يا نيازي. خال والله العظيم انا كنت بهزر معاك، وحياة ربنا كنت عايز اسلي وحدتك بس مش اكتر، ومتخيلتش ان الموضوع هيكبر معاك قوي كده. تسليني ولا تتسلى بيا؟ تلعبني ولا بتلعب بيا؟ ليه بتعمل فيا كده؟ إذا كنت يا ابني بتفوقني وبتصحيني، أنا فوقت آدم وعاد الله فوقت. متعادش بقى خير، خايف عليك يا خير. كنت بحلم بمونيكا دي، كنت رازمها في دماغي حاجه يا خالص، كنت بحسبها سعاد حزني، ما كنتش متخيل ابدا سعاد حزني تبقى بقى. حبيبي يا ادم. الحق يا ادم. ايه الديسي اللي اتشك في لسانه عمال يعكس هنا في الرايحه والجايه ومحدش قادر ينمه؟ ديسي